يا شباب شاركونا البث وعذروني ترى محظور ما اقدر. هلا وشونك؟ تعال عند الشغله. قول مفاتح بيت اقواس البيت طفي. قول طفي البيت توني فتحت ما اقدر. اوبا طفي هسه. بعدين دحاتن عباس طفي وتعال وياي ليغات. حاكيني هنا انا ليش؟ تعال بس تعال ليغات. بس حاكيني هنا انا عباس تعال ليغات. قلت لك ليش؟ قل لي شكو بس قل لي. قلت لك تعال لي غاد. يعني وين نروح؟ يم الشغب؟ لا مو يم الشغب، هنا بين وبين. يلا قول حبك. قول حبك عباس. انت خوش ولد. ايه مالك ليش تنشف؟ ما بثبت ما عندي المحظور. لا 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 محظور شهر. لا والله محظور. انت عباس ايه ذاك اليوم الناشر نشر تعال بعراق. افا بعراق. لا 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 هسه شوي وجهك. قايمين عليك دعوه. لا شوي وجهك ولا قايمين عليك دعوه. ايه خدمتك ولا تتحرى بعراق. هسه اجي تعال يا معود. ما ناشر اي منشور. ابو عراق شنو شنو هذا؟ عباس برقم 9. اي طالع انا من فريق 9 اليوم. هسه دقيقه هسه بس خلي اجيب. راح اودي لك اياه. بس شدك تنشر عليها. ما ناشر اي منشور. ما ناشر اي منشور. صبحت محظوره. يعني سولف فوق الشهر. عباس عباس انت من تستحي انت؟ ها؟ هسه من اسلمك واقيم دعوه عليك ما حد يقول لي ليش؟ ليش؟ انا احمد الحلو. انا ما ناشر والله. قلت عباس انا عباس هذا منشور. اذا شفتك هسه لابس ساحه انا اقيم دعوه عليك. هاي خذ الفكره. ايش حكي؟ وتروح انشر عليه. لا ما انشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدين الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. المقطع اللي شاهدتموه قبل قليل هو بث مباشر قام به ناشط في التظاهرات، الناشط عباس الطائي قرب ساحة التحرير. التفاصيل يمكن قرأتوها أيضا، أنه ميليشيات مقتدى الصدر اعترضتها وهددتها كما استمعتم أيضا. وبعد ذلك أكد ناشطون أن عباس الطائي الناشط المدني تم اختطافه، طبعا اختطافه بعد هذه الحادثة. هذا ربما يرتبط مع التهديدات التي هددته الميليشيات بها كما استمعتم. يعني إدانة واضحة أيضا هي لميليشيات مقتدى الصدر، وربما أيضا معروفة أو تثبت من هي الأطراف اللي ترتكب عمليات الاختطاف والتغييب اللي موجودة في محافظات وسط والجنوب العراق. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام نتكلم به عن ملفات الفساد في العراق. هناك جوانب كثيرة نختصرها ببعض النقاط اللي نتحدث بها في حلقتنا لهذا اليوم. نتكلم عن أزمة الأزمة الاقتصادية طبعا، وارتباط بعض الاتفاقات والصفقات بين حكومات ما بعد الاحتلال والصين، وتأثيرات هذه الاتفاقيات اللي ستبرم مع الصين أو أبرمت مع الصين على وضع الاقتصاد العراقي بشكل عام. وعندنا نقطة مرتبطة أيضا بعقارات وأملاك العراق خارج العراق في دول أخرى، ومدى الاستفادة اللي ممكن تعود على الدولة العراقية خاصة في ظل الأزمة الحالية من بيع هذه الأملاك. نبدأ ويا لجنة النزاهة النيابية اللي تأكد أن هناك تقصير واضح من وزارة الخارجية وسفراء العراق بمتابعة أملاك العراق في الخارج وعدم استثمارها بالشكل الأمثل. قال عضو اللجنة طاهر الدفاعي أن العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج وبمواقع متميزة، إلا أن وزارة الخارجية لا تقوم بمتابعتها وتتركها بدون ترميم معرضة للخراب. يشير الدفاعي أنه رغم المطالبات بإحصاء تلك العقارات للاستفادة منها وتشكيل لجنة لذلك، إلا أن الإهمال لا يزال عنوان هذا الملف في وقت يمكن بيع تلك العقارات والاستفادة من أموالها. طبعا وزارة الخارجية بالعراق هي نقطة أيضا نضيفها بهذه الحلقة حتى نكمل على بقية مواضيعنا.
وزارة الخارجية بالعراق والتقصير ومعاناة الجاليات العراقية المنتشرة في كافة دول العالم من التقصير في القنصليات وفي السفارات العراقية في مختلف بلدان العالم، من ناحية البيروقراطية المتعامل بها داخل القنصليات العراقية، نوعية الموظفين أيضا الذين تأتي بهم وزارة الخارجية إفادات إلى هذه القنصليات ويقومون بإخراج سلوكهم السيء على المواطن العراقي المراجع، وغيرها من أمور كثيرة حقيقة تشوب عمل قنصليات وسفارات العراق في الخارج، والتقصير بالأداء بالعمل واستفزاز المواطن العراقي والإهانة والإذلال اللي يتعرض لها المواطن العراقي في السفارة وقنصلية بلده، أمور كثيرة طبعا من سلبيات وإثبات أكيد لفشل وزارة الخارجية والوزراء المتعاقبين طبعا على هذه الوزارة. عندنا النقطة الأساسية وهي الأزمة الاقتصادية اللي يعاني منها العراق. العراق بلد نفطي معروف للجميع، ولكن أيضا لدينا امتلاك كبير جدا للغاز الطبيعي. لدينا غاز طبيعي تصل نسبة النقاوة فيه إلى أكثر من 97%، نسبة نقاوة عالية جدا. لكن رغم هذا الكلام إلا أن العراق يستورد الغاز الطبيعي أو يستورد الغاز بشكل عام من إيران. عضو لجنة الطاقة والنفط البرلمانية أمجد العقابي يقول أن استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو 2 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف العقابي أنه رغم امتلاك العراق للغاز الطبيعي الذي تصل نقاوته إلى 97% في حقلي عكاز والمنصورية، إلا أنه لا يزال يستثمر الغاز من إيران، وتؤجل الحكومات استثمار الغاز العراقي الذي يمكن أن يشغل محطات الطاقة المحلية وينهي أزمة الكهرباء. يعني رغم أنه الغاز الطبيعي بالعراق عندنا غاز طبيعي تصل النقاوة به في بعض المحطات إلى 97%، إلا أن العراق يستورد الغاز من إيران ب2 ملياري دولار. تخيلوا 2 ملياري دولار في الأزمة الحالية كم ممكن أن تسدد رواتب لعدد من الموظفين. أيضا موضوع أن الغاز أو الموضوع النفط المصدر إلى إيران بشكله الخام ويعود العراق يشتريه من إيران على شكل مكرر بمشتقات النفط المختلفة بأسعار غالية جدا، أيضا تخيلوا كم ممكن أن يستفاد العراق لو استفاد وقام بإنشاء محطات تكرير النفط ومحطات تصفية وغيرها للاستفادة من النفط الخام الموجود، وبالتالي إيقاف عملية تبذير المال العام على هذه الصفقات الفاشلة. توليد الغاز الطبيعي هو توليد الكهرباء، هو وين الكهرباء بالعراق حتى يستثمر العراق الغاز اللي يشتريه في توليد أو إنتاج الطاقة الكهربائية؟ من عندنا أبو حسن من بغداد. أبو الحسن من بغداد تفضل. السلام عليكم أخويا أبو جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. جماهية العراق والساحة، أهلا وسهلا، حياك الله. من عندنا لو من عنده من عنده؟ يبدو أنه هناك مشكلة طبعا بالصوت ويا السيد أبو الحسن من بغداد، نرجو من أن يعاود الاتصال بينا مرة ثانية. نكمل الحديث مشاهدينا الكرام بفشل حكومات ما بعد الاحتلال بالاستفادة من ما يمتلكه العراق من ثروات، وأيضا إدخال العراق إلى هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب الفساد. موقع أويل برايس الأمريكي قال إن الصين تسعى لفرض هيمنتها على النفط العراقي، وأوضح الموقع أن شركة شينكوا أويل الصينية لتجارة النفط قدمت عرضا لشركة تسويق النفط العراقية سومو بحيث تدفع نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من تموز 2021 والثلاثين من حزيران 2022. وبين الموقع أن هذه الصفقة المسبقة الدفع محفوفة بالمخاطر، خاصة أن الظروف الحالية تشير إلى أن أسعار النفط باتجاهها إلى الارتفاع. يعني العراق يريد يرهن نفط لمدة سنة إلى الصين، يبيعه مقدما يأخذ المبلغ بالعاجل، وممكن أسعار النفط في المستقبل ترتفع فيخسر الفرق بارتفاع أسعار النفط، خاصة أن المؤشرات فعلا تشير إلى أن أسعار النفط باتجاهها إلى الارتفاع، خاصة في ظل الحديث عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، وممكن أن هذا الموضوع يؤدي إلى انفتاح خطوط التجارة العالمية فيما بينها بين دول العالم، وهذا الموضوع قد يؤدي إلى إعادة ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى. يعني معناها بيع 48 مليون برميل إلى الصين بقيمة 2.5 مليار دولار، هذا الموضوع قد يخسر به العراق بشكل كبير فيما ارتفعت أسعار النفط في المستقبل. صفقة
ما معلوم شنو هدفها. إن كان هدفها إنقاذ العراق من المرحلة الحالية فهذا المبلغ لا يكفي سوى لسد حاجة العراق من الأموال لفترة قصيرة جدا. العراق يحتاج بالشهر الواحد إلى أكثر من هذا المبلغ لتسديد الرواتب. كيف إذن سيتعامل العراق مع الأزمة الحالية؟ هل بهذه الطرق، هل بهذه الصفقات تتم إدارة الدولة بالعراق؟ هكذا تدار الأمور؟ رهن نفط العراق وهو تحت الأرض لا يزال إلى دول أخرى، وممكن هذه الأسعار، أسعار النفط، أن تتغير لصالح هذه الدول وليس لصالح العراق، وبالتالي يخسر العراق مزيد من الأموال في سبيل إبرام صفقات فاشلة تثقل كاهل الدولة العراقية بمزيد من الديون ومزيد من القروض. عندنا أبو الحسن من بغداد مرة ثانية. أبو الحسن تفضل. محمد أحييك وحي قناتكم البطلة الله يسلمك، التي تنقل الحقائق كما هي في العراق. الله يبارك بك. بالنسبة للفساد المستشري في العراق وعلى من خلال طبعا حكومة الاحتلال السادسة، نعم، هو طبعا الفساد منذ الاحتلال 2003 ولحد الآن بعد الاحتلال مباشرة استشرى الفساد في العراق. نعم. هو مو بس رهنوا النفط، وإنما رهنوا الشعب العراقي والعراق كله رهنوا لدولة إيران لملال إيران نتيجة التعاقد. نعم. من ناحية الاقتصادية، وأنت قبل شوية ذكرت أنه الغاز اللي صدره إن إيران حوالي ما يقارب مليارين. فهذه عملية الاستيراد أولاً عدم حتى عدم الضغط على إيران من ناحية الحصار اللي عليها، وبالتالي أيضا مساعدة إيران من قبل الحكومة العراقية أو حكومة إيران الموجودة في العراق. فعملية الفساد ورهن أموال العراق أو نفط العراق لدول مثل الصين أو غير دولة هي عملية تدمير الاقتصاد العراقي، وبالتالي إنشاء علاقات مع إيران اقتصادية. فأيضا هذا الاتفاق مع الصين أو مع دول أخرى أيضا ينهي كاهل العفو كاهل الشعب العراقي، وإنما مو الحكومة وإنما تقريبا ينهي الشعب العراقي، لأنه هذا الاقتصاد اقتصاد الشعب العراقي واقتصاد العراق. هذول جوي من خلال حكومة الاحتلال ومن خلال الحكومات المستمرة ودعم إيران إلها، لأنه نتيجة العداء التاريخي للعراق بالنسبة لإيران. سيد أبو الحسن، الآن بالفترة الأخيرة من حكومة حيدر العبادي تحديدا بدأ العراق بالاتجاه إلى الصين، يعني مذكرة تفاهم ثم بعد ذلك حديث عن اتفاقيات تبرم مع الصين. الصين بلد هدف أيضا أنه ينتشر بالمنطقة العربية ويستفيد من الدول الضعيفة مثل العراق للسيطرة ووضع قدم بالمنطقة، وهناك صراع نفوذ بين الدول العظمى حول الموارد الاقتصادية ببعض الدول العربية وغيرها، وأيضا قضايا سياسية ونفوذ. العراق الآن حكام ما بعد الاحتلال من حكومة العبادي بقضية الصين بدأوا يتجهون إلى الصين، شبه بيع للعراق بصفقات مع الصين. الصين معروفة تعاملها مع الإسلام والمسلمين بشكل خاص، وموجودة النماذج روهانجيا وغيرها، وكيف يتعاملون بشتى أنواع القساوة مع المسلمين طبعا بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم. إذا جو للمنطقة العربية وجو للعراق تحديدا، وطبعا هاي الصفقة صفقة المليارين ونص مقابل نفط مبيوعة مقدما، هذا أيضا كلام خطير قد يأثر على الاقتصاد العراقي. شو ممكن يأثر تواجد الصين فيما اجت ودخلت إلى العراق وسيطرت على النفط العراقي ممكن أو غيرها من الأمور؟ استاذ استاذ محمد، بالنسبه الصين اذا سيطرت على النفط اذا السيطرة على البلد، وبالتالي السيطرة اقتصاديا على الشعب العراقي، يصير امور معيشه الشعب العراقي على الحكومه الصينيه هي شلون ما تريد تتصرف بالشعب العراقي او تتصرف بالبلد هي راح تتصرف.
نتيجة تعامل الحكومة الحالية مع الصين أو من حكومة العبادي ولحد الآن. عملية اقتصادية مدمرة للعراق من خلال على قولتك أنه تريد الصين موطأ قدم في العراق وبالتالي حتى تنافس مع الدول الكبرى أمريكا وغيرها أو الاتحاد السوفيتي، وهذا الصراع راح يأثر على الشعب العراقي وبعدين راح يسبب مجاعة. مجاعة ولو الآن هي مجاعة موجودة بس راح طبعا يدمر الشعب العراقي اقتصاديا. فبالتالي احنا ندعو كل الناس الوطنيين والخيرين مو بالحكومة وإنما خارج الحكومة أن يصدون لهذا المشروع التدميري الاقتصادي بالنسبة للعراق. أيضا القوى السياسية الموجودة أو الناس الوطنيين خارج العملية السياسية أن يحشدون لهذه الحملة الاقتصادية ضد العراق، يحشدوها ويفشلون هذه المشاريع التدميرية للعراق. من ناحية أيضا ثوار تشرين أيضا عليهم أن يستمرون بالتظاهرات وبكثرة هذه الاتفاقيات لأنه تدمر اقتصاد العراق. وبالتالي أنت قبل شوية أنه تحدثت عن الكهرباء من ناحية الغاز، هي أين الكهرباء حتى نشتري إحنا الغاز؟ وين أموال الكهرباء الجبايات اللي يأخذوها من المواطنين العراقيين؟ الآن ده تطلع ورقة الكهرباء أكثر من 250 ألف دينار أو 100 ألف دينار. زين هاي الجبايات وين راح وين تصير؟ أنا أشكرك سيد أبو الحسن، وصلت فكرتك. وطبعا يعني بس توضيح، أخطأت قبل شوية بالحديث عن موضوع المسلمين واضطهادهم. أقلية الإيغور المسلمة هي اللي متعرضة إلى اضطهاد من قبل الصين، وبالنسبة للروهينجيا هي من دولة ميانمار أيضا يتعرضون إلى اضطهادات، مسلمون في ميانمار ومسلمون في الصين يتعرضون لاضطهادات، بس صارت أكو خربطة، فمعذرة للجميع. أدنى أبو أيسر من تركيا، تفضل. حياك الله أبو أيسر. أستاذ، إحنا نعرف منذ الاحتلال الأمريكي للعراق والنفوذ الإيراني بالعراق، في كل الوزارات عقد صفقات كبيرة جدا، صفقات وهمية لتدمير الاقتصاد العراقي. وكل هاي الصفقات اللي شاركت بها الشركات الإيرانية كلها صفقات وهمية. يعني ما موجودة على ونعرف إحنا أمريكا وفي كل دول العالم عندها أطماع على الأراضي العراقية. وجت الصين هسه وأقدت اتفاقيات وعلى أساس أنه كهرباء ماكو بالعراق ودي يأخذون غاز من إيران. ليش أنا ما عندنا غاز موجود في محافظة الأنبار؟ ليش ما يستثمرونه؟ لأن يريدون إيران تستفاد من ثروات العراق. وكل يعني وزارة تقدم انه حتى تخدم العراق وكل استثمار عربي سواء خليجي او غير خليجي من مصر والاردن نشوف النظام الايراني يتدخل في سبيل يلغي هذا الاتفاق حتى يبقى هو مسيطر على العراق اقتصاديا. يعني ديول اللي حكموا العراق كلهم هم ديول الايران. واني اشكرك. شكرا جزيلا سيد ابو ايسر من تركيا. طبعا الحديث عن موضوع الغاز الطبيعي وتبذيره، هناك عمليات احراق كبيره للغاز الطبيعي بالعراق ولا توجد استفاده من هذه الكميه الكبيره من الغاز الطبيعي. يعني العراق يعد الثاني بعد روسيا من حيث احراق الغاز الطبيعي على مستوى العالم. بيانات البنك الدولي تشير إلى أن العراق أحرق عام 2016 ما مجموعة 17 مليار و730 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. ارتفع هذا الرقم في عام 2019 ليصل إلى 17 مليار و910 مليون متر مكعب يحرق في الأجواء. كمية الغاز اللي يحرقها العراق يوميا وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل عراقي بالطاقة الكهربائية اللي يعاني منها العراق. تخيلوا هاي الأرقام مشاهدينا الكرام، 3 ملايين منزل. هاي 3 ملايين كم عدد من العراقيين يمكن أن تحتويه؟ عوائل بأرقام كبيرة.
تخيلوا هذه المنازل 3 ملايين منزل يمكن من الغاز المحروق فقط يمكن أن يمد منازل العراقيين بالطاقة الكهربائية اللي محرومين منها. اللي تتكلم الجهات الحكومية عن إنفاق العراق ما يقارب 60 أو أكثر من 60 مليار دولار عراقي من الاحتلال ولغاية اليوم على قطاع الطاقة الكهربائية. الفساد اللي موجود بالعراق أرقام بالمليارات بعد موضوع ملايين الدولارات هاي صارت قديمة. الكلام بالمليارات من الدولارات والحديث عن الأموال المنهوبة والمهربة والمسروقة والمبددة من المال العام العراقي بطرق وأساليب شتى، منها صفقات فساد ومنها سرقات علنية. من عندنا السيد سعد من الكويت، تفضل. يا هلا بيك استاذ محمد. استاذ محمد انا اريدك تسمعني تفهمني. انت تقول سعد ما سمعني، انا على اساس ما ينقطع الخط وكي لا ينقطع ايضا الكارت يعني عندنا يعني. ولكن يا استاذي بالنسبه للعراق انتم عندكم مليارات وخيرات استغلوها بما ينفع الناس بما ينفع المواطنين ويرضي رب العالمين. ولكن احنا نتألم يا استاذي كما تتألمون، ولكن احنا بعد ايضا عندنا كلوقوتنا اللي هم كثرة الوافدين ملايين الوافدين عندنا. ولكن نبي البرلمان والحكومة ايضا تحاول ان تعطي جميع الصلاحيات للشعب ويسمع صوت الشعب ويسمع صوت المواطنين والمجتمع. يا أستاذي بعضهم عاطلين عن العمل، بعضهم يريدون حقوقهم المسلوبة المقتصبة. وآخر الكلام تحياتي لكل البرنامج وللقناة. شكرا يا أستاذي محترم. حياك الله سيد سعد من الكويت، أنا أشكرك للمشاركة. طبعا نستمر بالحديث عن الفساد بالعراق. وزير النفط إحسان عبد الجبار قال أنه تم تطبيق آلية الدفع المسبق للنفط لتجاوز الأزمة المالية، وستكون هذه الآلية هي الأولى والأخيرة، مبينا أن الشركات العالمية مهتمة بالدفع المسبق والعروض التي وردت ممتازة كما يقول. أضاف أن استراتيجية أوبيك بلس هي لمصلحة جميع الدول الأعضاء، وأكد أن تعويضات فائض الإنتاج ستطغى على حصة العراق باتفاق أوبيك بلس بعد تعديله. طبعا لفت إلى أن جائحة كورونا غيرت استراتيجيات النفط والغاز في العالم، وأشار إلى أنه لأن تحديات التمويل المالي وجائحة كورونا دفعت الوزارة لتغيير مستهدفات السعة الإنتاجية. موضوع الدفع المسبق مثل ما قلنا مشاهدين الكرام، هناك تحذيرات دولية من هذا الموضوع، هناك تحذيرات من مواقع معنية وجهات مختصة بالنفط والطاقة بشكل عام تحذر من هذه الصفقات الفاشلة. العالم يتجه الآن إلى ربما انتعاش اقتصادي من ناحية أسعار النفط، ارتفاع ربما بأسعار النفط متوقع بالفترة القادمة مع إعلان موضوع اكتشاف اللقاح لفيروس كورونا، وممكن أن هذا الموضوع يساعد بتسريع عملية إعادة حركة التجارة والتصدير والتبادل التجاري بين دول العالم. وطبعا سيكون الخاسر هو العراق بالطبع في حال أبرم هكذا صفقات تعتمد على أسعار النفط على السعر الحالي المنخفض، وبحال ارتفاعه سيخسر العراق فارق السعر أنه إذا ارتفع سعر البرميل بالمستقبل. هاي الصفقات أصلاً ليش العراق وصل لها؟ ليش وصل العراق بلد مليارات من الدولارات إلى هاي المرحلة أنه بدأ يبيع النفط العراقي وهو في الأرض إلى دول أخرى بأسعار قليلة، وبدأ ربما سيبدأ يتجه بالمستقبل إلى عمليات بيع لأمور أخرى قد ربما ترتبط بالجغرافيا، لا أحد يعلم، وهذا أمر وارد ربما أنه يبدأ يرهن الأرض العراقية في مقابل حصول على مال تسكت بعض من الموظفي الدولة أو تسكت شريحة من العراقيين لفترة مؤقتة إلى أن يشوفوا لهم حل معين للمستقبل. تظل تخدر بالمجتمع العراقي وتخدر بالشارع العراقي حتى لا يطلع وينتفض ويغضب لإزاحتهم وإسقاطهم من العملية السياسية. عدنا إبراهيم من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، يعني إحنا نطلب من قناتكم الموقرة يعني تعريف أكثر بهذه الاتفاقية الصينية. صراحة الكثير من القنوات الإعلامية قاعد تتضارب الأنباء بين أنه الاتفاقية الصينية هي ما راح تنعش الاقتصاد العراقي، وهناك مجموعة من القنوات الأخرى يعني
تنشر أخبار أنه هذه الاتفاقية سيئة وهنالك دعم من إيران حتى تمضي الحكومة العراقية بالاتفاقية الصينية، والعكس الصحيح يعني هنالك قنوات تقول أنه الاتفاقية الصينية جيدة. إحنا نطالب من قناتكم يعني أنه تبين هاي الحقيقة بتقرير بوثائق يعني حقيقية أنه هاي الاتفاقية مثلا سيئة أو هذه الاتفاقية تخدم العراق. اليوم يعني أنا بس قبل لا نكمل هاي النقطة، بس أريد أسأل حضرتك وأنت مواطن عراقي. احنا نتعامل او ننظر من الناحيه النظريه مبدئيا قبل الدخول للتفاصيل اللي موجوده على الاوراق، يعني احنا نتكلم على نظره المواطن العراقي للوضع بشكل عام. حضرتك مواطن عراقي تتابع سياسات فاشله من حكومات فاسده طيله 17 سنه داخلين على 18، هل ممكن انه هاي الحكومات تبرم صفقه فيها خير ومنفعه للعراقيين؟ اليوم انا كشاب عراقي اطمح انه انا احصل فرصة عمل. طبعا هذا البحث عن فرصة عمل تخلي كثير من الامور انا امامي مضللة مشوش. اليوم يجي واحد يريد يرشح للانتخابات يقول مثلا انا ماضي بهذه السياسة واحنا نوفر لكم فرص عمل. طبعا هذه الاكاذيب يعني ما قامت ما تمشي على العراقيين، لان قاموا يعرفون الصادق والكاذب وحجم المؤامرة على العراق وحجم الـ 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 الخسائر اللي قاعد يخسرها من أموال ومن فساد ومن أرواح. لكن أنا اليوم كشاب تاني فرصة عمل، هاي فرصة عمل تخليني نوبات مثلا ما أشوف اللي قاعد يصير. صح أنتوا قنواتكم اللي قاعدة تثبت هذه الأمور بحيث أنه تساعدنا تخلينا على الطريق الصحيح. لكن مو كل القنوات تعمل هذا العمل. احنا يعني انا اليوم متابع لقناتكم. انا اريد قناة الرافدين تكون توفر لي تقرير انه هذا الاتفاق الصيني يضر بمصلحة العراق. هذا الاتفاق الصيني هو لخراب العراق. طبعا احنا متأكدين من هواي امور اليوم انه اكو فساد. اكو انا ما عندي ثقة بالحكومة. انا بحكي مو احنا يا سيد ابراهيم يعني بهاي النقطة نقطة الثقة. انا حطي لحضرتك مجال هسه تكمل نقطة الثقة. انت عندك صفقات كثيرة ابرمت بين العراق وبين دول اخرى، منها اقتصادية، منها عسكرية، منها للاستثمار وغيرها من الاغراض الاخرى، وما عادت بالمنفعة اللي كان معلن عنها من قبل الحكومة. طيب الاتفاقية الصينية بها بنود معلنة، البنود المعلنة من ضمنها مثلا إنشاء صندوق عراقي صيني للإعمار. أوكي، هذا البند أو موضوع الإعمار، خلينا نتكلم على هاي الجزئية البسيطة. حضرتك تتذكر لما صار الدمار بمدينة الموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها من المحافظات بسبب العمليات العسكرية، سوى مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت، وين فلوسه؟ طيب وين الإعمار؟ يعني أكو بنود معلنة نعم، وقد تكون من الناحية النظرية من واحد يباوع عليها يقول إيه يا الله ما شاء الله حيكون بها منفعة، لكن احنا عندنا تجارب سابقة. المواطن العراقي مو وليد اللحظة، هو وليد تجارب سابقة. طيب التجارب السابقة شو تقول؟ تقول انه ما ابرمت حكومات ما بعد الاحتلال صفقة فيها منفعة للعراقيين سوى المنفعة الشخصية لاصحابها اللي ابرموا هاي الصفقات. يعني معناها حتى لو كانت الاتفاقية الصينية استاذ محمد عذرا المقاطعة تفضل استاذ محمد، انت اجيت على شغلات جديدة. انا احكي لك على مشاريع من 2005 2006 2007 يعني مشاريع عملاقة، مثلا مشروع بسماية اللي موجود ببغداد هذا ما اكمل، هذا مشروع ضخم بكذا مليار دولار. مشاريع اسكانية لحد الان يعني قرب التاجي وغير التاجي مشاريع اسكانية اخذوا فلوس من العالم وما واكلوها الفلوس وما رجعوها. يعني كثير من المشاريع انا من اتحدث وياك انه احنا نعرف اكو فساد كبير، لكن انا
حتى أصير صادق بطرحي. نعم. وأعرف أنه المواطن يتوصل له معلومة صحيحة. هذا ستة مثل ما قناة الرافدين أنا أضر للتسمية. نعم. قناة دجلة، قناة آفاق، قنوات كثيرة تروج. نعم. مثلا الاتفاقية الصينية. نعم. تقول هذا المشروع إذا ما كمل الجوكرية والأمريكان هم اللي يوقفوه. نعم. لأن بمصلحة للعراق. نعم. والأمريكان ما يريدون مصلحة للعراق. متفقين؟ نعم متفق. أنا متفق، لكن أنا أطلب من القناة أنه تسوي تقارير تعرف الناس أكثر بهذه الاتفاقية. نعم. طيب. أنا مسألة الثقة انعدمت بهاي الحكومة. تمام. يعني نقطتك واضحة يا سيد إبراهيم، وأنا أشكرك وأحب أرد أيضا بشيء بسيط سريع. طبعا طلبات المشاهدين الكرام ورغباتهم بالقناة بأنه هي تعرض لهم أشياء معينة هم يطمحون لرؤيتها، إن شاء الله هذا الموضوع هو دائما في سياسة قناة الرافدين. قناة الرافدين كانت وما زالت هي طبعا مواكبة للأحداث بشكل عام، وموضوع الاتفاقية الصينية منذ أن ظهر في 2019 من حكومة عادل عبد المهدي، ولما سافر إلى الصين بهذا الوفد الضخم في فترة العراق كان بها بأزمة أصلا، مع هذا الموضوع قناة الرافدين واكبت، تحدثت عن الاتفاقية الصينية، انتقدت هذه الاتفاقية بمحللين سياسيين ببرامجها لسوء هذه الاتفاقية، لوقت هذه الاتفاقية، لطبيعة الشخص أو طبيعة الطرف الآخر المتفق معه طبعا. والصين هي بلد يسعى إلى التمدد والتوسع الاقتصادي وربما السياسي والعسكري في المستقبل، فطبيعة توجه عادل عبد المهدي إلى الصين لإبرام صفقات، العراقي يعلم جميعا، جميع العراقيون يعلمون أو جميع العراقيين يعلمون أنه الصفقات اللي تبرمها حكومات ما بعد الاحتلال ما عادت بفائدة على العراقيين. إذن يعني قدمنا، ولكن الرغبات اللي حضرتك طرحتها السيد إبراهيم ربما إن شاء الله في المستقبل تكون مجهزة بالشكل اللي يرضيك ويرضي المشاهدين الكرام. ومع هذا إحنا ما أهملنا موضوع اتفاقية الصين. القناة الرافدين طرحت الموضوع منذ بدايته، منذ أول لحظة ذهب بها عادل عبد المهدي إلى الصين، حتى عودته، حتى طرح هذا الموضوع، حتى طرح البنود المعلنة فقط من الاتفاقية، كلها كانت طبعا مواكبة من قبل قناة الرافدين، والأرشيف موجود والجميع يستطيع المراجعة. وإذا كانت هذه رغبة أيضا من السيد إبراهيم أو غيره من المشاهدين الكرام للتعمق أكثر بموضوع الاتفاقية الصينية، فهو أكيد إن شاء الله شيء سيكون بالمستقبل جاهز. خلونا نروح إلى فاصل قصير ومن بعده نعود مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي شفتوه هسه هو مهزلة بكل ما تحمله الكلمات من معنى بين نائبين برلمانيين، هاي حماية النواب طلال الزوبعي وكريم أبو سودة في منطقة أبو غريب، قضاء أبو غريب. الموضوع هو افتتاح شارع
بلط تبليط جديد للشارع، وصار اختلاف على منو اللي يفتتح هذا الشارع او يفتتح هذا المكان اللي التبليطه هسه ديتم. فاختلفوا النواب ممثلي الشعب المسؤولين اللي المفروض الواحد يبوع عليهم يقتدي بيهم، اختلفوا فيما بيناتهم وصار اطلاق نار من قبل حمايات النواب. تخيلوا مشاهدينا الكرام المهزلة اللي وصل إليها العراق بممثليه السياسيين، أنه يختلفون على هذا الأمر يعني البسيط، يعني هناك كلمات أخرى تصف هذا الموضوع وبساطته، فاختلفوا على هذا الموضوع ليصبح اللي يتطور الموضوع إلى إطلاق نار، تبادل إطلاق نار بين حمايات النائبين. تخيلوا بهذه الطريقة يحكم العراق عن طريق هذه النماذج اللي فكرة مفهوم الحكم بالقوة والسلاح هو السائد بينهم، وهم يعتبرون أنفسهم أنهم شخصيات سياسية ولكن ما يفهمون شنو معنى السياسة. والدليل أنه هذا اللي دي يصير هو همجية بالتعامل ونماذج تنشر الفوضى والعنف بين صفوف المجتمع العراقي بهذه الطريقة. طبعا هم نفسهم هذه النماذج واللي هي جزء من عملية سياسية كاملة هي أيضا تعتمد بنظام حكمها على الفساد، على أخذ الرشوة، على الابتزاز، غيرها من الأمور، صفقات الفساد، طبعا سرقات مال العام، وهي أمور يفتخرون بها بعضهم وبعضهم الآخر يتهم بها الآخر أنه هذا فاسد وكنا فاسدين وكنا نبوغ وكنا حرامية، ويعترفون بكل صلافة ووقاحة أمام وسائل الإعلام علانية، ولا يوجد قانون طبعا يحاسب، يعترفون أنهم سراق للمال العام، أنهم فاسدون مرتشون يبتزون الآخرين ولديهم وقد أبرموا صفقات فاسدة حتى النخاع. من عندنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر من بغداد. ألو أبو عمر، تفضل. حياك الله. حياك الله أستاذ، حياك الله أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهدين قناة الرافدين، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة للفساد اللي موجود بالعراق والحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق من 2003 ولغاية يومنا هذا، نعم، يعني بصورة عامة العراق اللي كان هو اللي كان في يعني في المجتمع العام أو في بعض الدول اللي موجودة كان له فد مكانة، يعني بعمله بحكومته بناسه بجيشه الوطنية اللي كان يحملها العراقي المواطن العراقي والفرد العراقي من كان يسافر للدول الأوروبية أو الغربية، كان له اهتمام في دوره كمواطن عراقي وكيف كان يتعاملون بتوقيع وبحب وباحترام وبأخلاق من ضمن السفارات إذا كانت ومن ضمن أي جهات اللي تتلقى الشعب من أبناء الشعب العراقي في الخارج. وكان المواطن العراقي على هيبته وقيمته لأن كانت الحكومات اللي كانت حكمت العراق حكومات وطنية تحب شعبها، ما بيها قتل، ما بيها فساد، فصحيح أن الحكومة تعلن عن نفسها نعم عندنا فاسدين، نعم عندنا سرقات، هذه الأمور خزتنا في وقت الحالي، خزت العراق في يعني صيطة للعالم أجمع، صار في صورة غير صورة جيدة في السفارات في أي دولة، هو نفسهم الشعب العراقي نفسه مراضي الحكومة ومراضي على الوضع اللي عايش به، هي بنفس الحكومة اللي ما مقتنعة بالشعب وما حب الشعب. يكون يعني المواطن العراقي أو الدول العربية والدول الغربية يعني يخلون اهتمام للمواطن العراقي، يعني لا عدة فد مكانة من حقوق الإنسان اللي خرجت من هذه المقاعد. سيد أبو عمر، الدولة اللي ما تحترم مواطنيها حتى تهتم أنه دول العالم الأخرى تحترمنا لو لا؟ أستاذ، هو طبعا الدولة ما تحترم، من العالم كله ده ينظر بوضع العراق اللي قاعد يصير به، يعني ما محترم المواطن، المواطن جاي يقتل، جاي يهان، يهجر، جاي يعني دي يشوف يعني أسوأ اللي ما شافه في القرون الماضية.
فيعني ما معقول هاي الدول اللي كلها تشوف الشعب العراقي مهان وساكت. لا احنا ما ساكتين، بس سلطة الاحزاب اللي هي مسيطرة على الشعب العراقي في بغداد وكافة المحافظات اللي جايدة تقتل بالشعب واللي دمرت الشعب، يعني هذول سلطة الاحزاب احنا موجودة. يعني يمكن العالم كله يعني ما يحبهم وما يريدهم اصلا بقاهم، يحبون الشعب العراقي شعب بطل وشعب ناجح، بس للاسف خربوا صوره العراق. يعني بوجود كم حثاله اللي حكموا هذا العراق من 2003 لحد الان. فالعراق يعني ما ممكن ان يسكت على هاي السلطه وبقاء سكوته للدول المجاوره يعني تنزل قيمته. لا، العراقي ظل مرفوع راسه وراح يرجع، راح يرجع ان شاء الله بعون الله تعالى بوجود شعبه وجود ناس الوطنيين ان شاء الله. انا اشكرك يا ابو عمر من بغداد، شكرا جزيلا، وصلت الفكره. ويانا السيد حسين من لندن، تفضل يا حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. تحياتي لكم ولقناة الرافدين التي تتكلم هذه الأيام بمعاناة الشعب العراقي ما بعد عام 2003. طبعا نتكلم باسم الثورة السورية وليس باسم سوريا بشكل كامل. مصابكم مصابنا. الذي يجري لكم الآن نحن بدأناه، بدأنا معامله منذ الآن قبل انتصار الثورة. ولكن بعد ثورة تشرين قبل عامين نعتبر هذا تحول مهم جدا بتاريخ العراق لإعادة العراق لأهله، لأن العراق من عام 2003 قد نزعت السيادة وقد تم احتلاله من قبل إيران بمساعدة ما يسمى أمريكا الديمقراطية. بالنسبة لنهب ثروات العراق، طبعا هذا يعلم بمؤسسات ما يسمى المجتمع الدولي، وهم لهم يد ضليعة بذلك لإفقار العراق حتى لا يعود العراق العظيم الذي عرف منذ عام الستينات حتى عام 2003 قبل فترة الاحتلال. أحياناً تأتيني يعني أدخل بعض المحلات مثلاً تكون يعني أصحاب عراقيين، فأتفاجأ عندما يكون يضعون صندوق معين تبرعات لأيتام العراق. فأرجو الشعب العراقي أن يسمع هذه الكلمة. أقول لهم أنا لا أدفع بنس إلى الشعب العراقي. قال يا رجل لماذا أنت قاسي؟ قلت أنا لست بقاسي. من العار أن يدفع أي إنسان في الكرة الأرضية قرش واحد للشعب العراقي. قال لماذا؟ قلت له العراق خيره من طج إلى جاكرتا. أليس من المعيب ببلد الخيرات تضعون الآن صناديق للتبرعات للشعب العراقي؟ يجب أن ينتبض الشعب العراقي ويستعيد القرار في البلد. وسيعود شامخا هو من يدفع إلى البلاد أخرى كما كان في السابق. نهبتم خيرات العراق والآن تطلبون مساعدة من الشعوب العربية والإسلامية. أيتام العراق، من الذي جعل أيتام العراق بحاجة لمساعدة؟ أليس الاحتلال الغربي؟ أليس مرتزقة أمريكا وبريطانيا التي تعيش فيها ومرتزقة رأس؟ لكن ما أطلب من الشباب العراقي على وجه الخصوص عامل استسلام المضي بهذه الثورة العظيمة. وإن النصر لقادم. العراق أبو الخيرات. العراق أبو العلوم. العراق أبو الإنسانية. سيد حسين، يعني بالنسبة للنقطة اللي حضرتك ذكرتها بخصوص موضوع التبرعات، يلجأ العراقيون إلى هذه الوسائل لأنه لا يعني ما يوجد مغيث سوى رب العالمين، طبعا ما يوجد مغيث على الأرض سوى التعامل فيما بينهم، النظام الاجتماعي العراقي اللي هو مبني على الترابط الأسري والمحبة والأخوة والمساندة فيما بين العراقيين هو اللي ينقذ بعض العوائل المحتاجة جدا في ظروف القاسية، وإلا حكومة تصل بها أعداد الأرامل إلى أكثر من 8 ملايين ونسبة الفقر في العراق تصل إلى 50%، يعني في بلد مليارات. فربما نعم وجهة نظر لدى حضرتك، لكن أيضا هذا لا يمنع أنه يحتاج الشعب العراقي إلى فعلا إلى تبرعات، لأنه سيصل إلى مرحلة ستعلن هذه الدولة إفلاسها. عفوا يا أستاذ، بس عفوا معلش محمد تفضل. أستاذ محمد أو أخي محمد، نعم، لو تعلم من هم أصحاب تلك المحلات؟ ولا أريد أن أكون طائفي. أصحاب المحلات هم أصوات
لمن هم الآن في الحكم. يعني نعم هذه نقطة أخرى، هذه نقطة أخرى، هذه الآن أنت تدخل في موضوع التشكيك بمصداقية الجهات التي تسعى إلى جمع تبرعات، هذا أمر آخر. لا أنا أيضا عندي رسالة عندما يكون في تجمع أقولهم العراق أبو الخيرات. نعم. لماذا أوصلتم إلى هذه المرحلة؟ يعني هذول أصحاب المحلات سابقا كانوا يهاجمون عندما كان صدام على رأس الحكم. الآن بدأ يتكلم، قلت لهم ألا تعلمون، ألا تتذكرون عندما كنا نتناقش الآن بدأتم تشحذون على العراق؟ لا أنا لدي مقصد، أما لو كنا فيما بيننا فيما بيننا كأحرار وكعراقي مثلا في الخارج، كأخوة عراقية موجودين في الخارج، يجب من هو مرتاح ماديا الآن أن يعتني يعني بالأرامل بالأطفال بالتام، ولكن أن لا يكون هذا الشيء هو الحل. الحل إعادة القرار في العراق وإعادة أموال العراق أقلها الموجودة في الداخل، هذا هي رسالتي الأساسية. نعم. وليس أنه بشكل عام، هذا اللي حبيت أقوله. أنا أشكرك سيد حسين، شكرا لك، شكرا جزيلا، كنت معنا من لندن سيد حسين، كلام طبعا منطقي للغاية، أيضا هو يعني كان يتحدث على شريحة معينة من من قاموا الآن أو يقومون الآن بعملية جمع تبرعات إلى العراقيين في الداخل في الوقت اللي كانوا هم يطبلون لنظام الحاكم كان السبب بسرقة ثروات وخيرات العراق والعراقيين. نعم كلام منطقي أنه الهدف والدعوة الآن إلى التحشيد لإسقاط هذا النظام. يا جماعة بالنسبة للي يطالبون بتعيينات، بالنسبة للي يبحثون عن وظائف، وأن أعطيتم وظيفة بالعراق مصطفى الكاظمي يبشركم شهر واحد الجاي ماكو رواتب، ما يضمن رواتب للعراقيين. هذا بالنسبة للمتعينين اللي دا يسعى إلى وظيفة حاليا، شنو الهدف من حصولك على وظيفة بدون راتب؟ العراق الآن يقترب من وضع يده على الاحتياط النقدي، يعني بعد فترة قصيرة إذا اتجه بهذا الاتجاه الدينار العراقي مقابل الدولار حيصير على سبيل المثال وبحسب طبعا الأرقام التقديرية من المراقبين الاقتصاديين كل 100 دولار مقابلها 400 إلى 500 ألف دينار عراقي، تخيلوا رواتبكم مش حتصير قيمتها. فهذا الكلام الآن الدعوات إلى التحشيد لإسقاط هذا النظام، لا حل لانتخابات بوجود هؤلاء ولا السماح لشخصيات قد تكون بحسب التوصيفات الإعلامية والحكومية أنه هي شخصيات نزيهة وشريفة. الحل باستمرار ثورة تشرين، بالقضاء على الفاسدين، بإسقاط هذه العملية السياسية، حل البرلمان وإبطال العمل بالدستور. هذه هي الدعوات التي تأتي من الداخل ومن الخارج. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.